معانا الأستاذ شريف من القاهرة. أستاذ شريف، أستاذ شريف لو تكرمت عليا ممكن توطي التلفزيون تسمعني من التليفون. أيوه السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. كده. اتفضل يا أستاذ شريف بس وطي التلفزيون حضرتك واسمعني من التليفون لو سمحت. أيوه إذا تكرمت حضرتك، أنا دلوقتي أنا عندي ثلاث بنات. ربنا يبارك. ربنا يكرمك. وأنا كنت منفصل عن والدتهم. طيب. والبنات كانوا يعني معايا، وكانوا بيروحوا في وقت علشان يزوروا والدتهم كل اسبوع لمده معينه يعني. طيب هم سنهم دلوقتي كام؟ بنت ده 20 سنه. 20. وبنت ده 18. والبنت الصغيره 15. يعني الصغيره بس هي اللي ممكن تكون في سن ممكن تكون معرضه ان هي تكون في سن الحضانه. ثم وبعدين يا استاذ شريف، وكانوا بيروحوا يزوروا والدتهم بشكل اسبوعي الى شيء معين، يبدو ان حصل خلاف بينك وبين زوجتك فما بقوش يروحوا. لا اللي حصل ان هي حصلت يعني زعل بيني وبين بناتي. فهم راحوا لوالدتهم وما رجعوش. طب لان هم بعد السن ده بيخيروا، فهم اختاروا ان هم يقعدوا عند مامتهم وبعدين. ايوه فاهم. ايه بقى فين السؤال يا استاذ شريف؟ النقطة ان البنات مقاطعيني دلوقتي بقالهم فترة طويلة. طيب. وانا بقالي كتير بحاول اعمل محاولات ان انا عاوز اراضيهم وعاوزهم يبقوا يعني كويسين ويبقى فيها علاقة بيني وبينهم. ايه اللي حصل قبل ما يروحوا لوالدتهم؟ اتخانقت مع بنتي وقلت لها ان انت تروح تعيشي مع والدتك. واحدة منهم يعني. انا اقول لحضرتك حاجة. البنات في الغالب لما البنات من اكتر الحاجات اللي بتجمع البنات هو التعرض للخطر، فبيحسوا ان هم مع بعض واحده واحده وبيتكتلوا عشان يحموا بعض. فانت لما كلمت واحده منهم انت كنت ظان ان انت بتكلم واحده منهم بس، الواحده اللي اتجرأت عليك او الواحده اللي اتعاملت معاك بطريقه مش مناسبه، بطريقه ما تتناسبش في تعامل بنت مع ابوها. وقد تكون البنت ديت هي اللي شايفه ان امها اتظلمت، بس هي شايفه ان هي العيش معاك هيكون احسن لها عشان تقدر تعيش معاك. انت لما قلت لها ان انت مش قابل ان انت تعيش معاها، الاولاد كلهم البنات كلهم اعتبروا ان انت بتقول لهم كلهم ان انت مش قابلهم ان هم يعيشوا معاك. ليه؟ لانهم تكتلوا، لان فكره ان انتوا تنفصل انت وزوجتك فكره ما كانتش سهله عليهم، فكان هم لابد ان هم يتحولوا زي بالظبط زي السلحفه، يتحولوا يبقى عندهم قشره قاسيه شويه عشان يحموا نفسهم. فلما انت القشره دي كونوها مع بعض، فانت لما طردت واحده منهم هي التعبير اللي هي فهمته بنتك ان انت طردتها، مش انك انت طلبت منها ان هي تروح لمكان تاني عشان انت مش عايز تكرهها. لا، انت هي لا تفهم الا انك انت طردتها. والاولاد هيفهموا ان انت لو عملت مع واحده كده هتعمل مع التانيه والتالته، لان هم اكيد عندهم تعليقات على طريقه تربيتك ليهم، لان انت رجل وهم كانوا في لحظه من اللحظات حتى في اللحظه اللي هي دي هم محتاجين امهم جدا. نعمل ايه بقى؟ مسألة سهلة، الاعتراف. لازم تعترف بخطأك، تعترف بان انت محتاج لهم، تعترف ان هم اولادك، تعترف ان هم لو انك انت كسرت قلبهم ان انت تعتذر لهم عن كسر قلبهم، ومفيش مانع خالص ان انت تقول لهم انا مش هجمع عليكم ان انا انفصلت عن والدتكم وبعدكم عني. محدش يقول ان دوت كسر لخاطر الاب، ولا ان دوت بنشجع عليه بنشجع الأولاد على إنهم يعقوا أبوهم، أبداً. أنت اللي بتكلمني مش هم، وأنت قلت لي إن أنت في حاجة عملتها، الحاجة ديت محتاجة إن أنت تطيب خاطر بنتك عشان تقدر تسترد ثقة أولادك مرة تانية، فأنت اللي محتاج تعمل كده، وصدقني أنت اللي كسبان، ودوت جزء من حنانك عليهم، ودوت عشان تقدر تطمئن إن أنت قمت بواجبك على أكمل وجه حتى في كل لحظات حياتك.